على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تبادل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني مع نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشتركة. ووقف اللقاء أمام مستجدات الموقف العسكري والميداني في ظل تصعيدات ميليشيات الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني وتحشيداتها في مختلف الجبهات. كما تطرق اللقاء إلى إمكانية دعم قدرات وجاهزية القوات اليمنية بما يؤهلها لأداء واجباتها وأن تكون شريكاً فاعلاً في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز الأمن البحري والأمن القومي والإقليمي. وفي السياق التقى رئيس أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز نظيره الباكستاني ساهر ميرزا لبحث التنسيق المشترك في القضايا والمجالات المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي. وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العسكري والأمني، وكذا انعكاسات الحرب التي فرضها النظام الإيراني وأدواته ميليشيات الحوثي الإرهابية على اليمن والمنطقة. وأعرب رئيس أركان الجيش اليمني عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال العسكري ودعم قدرات القوات المسلحة اليمنية في المجال التدريبي والتقني والتعليمي لتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءتها، وخصوصا في جهود محاربة الإرهاب والتهريب. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استجابة مدمرة الصواريخ ماسونا لنداء استغاثة من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في مياه البحر الأحمر. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بتعرض الناقلة لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية عبر زوارق، مؤكدة فشل الهجوم، مضيفة بأن الميليشيات الحوثية أطلق الصاروخين من مناطق سيطرتهم على الناقلة لكنهم لم ينجحوا في إصابتها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بين الأفراد أو أضرار لأي قطع بحرية دون أن تصدر ميليشيا الحوثي بيانا حول الحادثة. جدد الاتحاد الأوروبي إدانته للهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة، مشيرا إلى أن الهجمات العديدة التي تنطلق من مناطق سيطرة الحوثيين تهدد الملاحة الدولية والأمن البحري وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأكد الاتحاد الأوروبي أن تدخل الحوثيين في الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية خاصة البحر الأحمر أمر غير مقبول، داعياً الحوثيين إلى الامتناع عن المزيد من التهديدات والهجمات على ممرات الشحن الدولية، وكذا الإفراج الفوري عن السفينة جالكسي ليدر وطاقمها. وناشد الاتحاد الأوروبي جميع الدول في الامتناع عن تسهيل أو تشجيع الميليشيات الحوثية في أنشطتهم غير القانونية، لافتاً إلى أن الهجمات على السفن الدولية تؤدي إلى تقويض أمن اليمن بما في ذلك الأمن الغذائي.